طرحت منظمة الصحة العالمية روشتة علاجية لاحتواء ومحاصرة جدر القردة لوقف انتقال العدوى إلى أقصى حد ممكن. وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج ضرورة العمل للسيطرة على التطور السريع للوضع بشكل سريع، موضحا أن روشتة تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، أولها إشراك المجموعات المجتمعية وقادتها ومنظمات المجتمع المدني بنشاط كبير لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات حول كيفية تقليل مخاطر التعرض للمرض، لافتا إلى ضرورة إلزام المرضى بالعزل الكامل خلال الفترة المعدية لمرضهم والتعقب السريع لجميع المخالطين للحالات والتأكد من عدم ظهور المرض عليهم خلال 21 يوما، وذلك مع اتخاذ كافة التدابير الطبية المتاحة حاليا بصورة عادلة ومنصفة استنادا إلى مستوى الخطر ومدى توافر التدخل ومدى ملائمته. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هاتفيا من باريس الدكتور رياض عربي درقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة. يعني بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن تحد الروشتة العلاجية التي طرحتها منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القردة؟ مرحبا، شكرا لاستضافتكم. في الحقيقة أن الخطوات المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمية هي خطوات جيدة جدا. الصعوبة في الموضوع هو تطبيق هذه الخطوات بشكل جيد. فبما أن المرض الذي نتحدث عنه، إذا كان نتحدث عن جدر القرود أو القردة، هو ينتقل من شخص إلى آخر حاليا، وبالأصل هو كان ينتقل من حيوان إلى إنسان. فالفكرة الأساسية هو أن الإنسان يكون قريب من الحيوانات، يجب أن ينتبه، يجب أن يعني عند ظهور أي أعراض عنده أن يتوجه إلى الطبيب، أن يعزل نفسه قليلا عن بقية الأفراد. في هذه الحالة طبعا جدري القردة ليس شديد العدوى، يكفي العزل البسيط، يعني ليس عزلا كاملا، لكن لا يحصل تماس مباشر مع الأشخاص الذين حول المريض. وبالإضافة إلى يعني أن يبلغ السلطات، يعني يذهب إلى الطبيب ويرى الطبيب بعد، يعني طبعا هنا صعوبة قليلا بالموضوع هي أن الحضانة طويلة الأمد، فيجب الانتظار حتى يتم التأكد من التشخيص. وفي هذه الحالة أيضا يعني الصحية المستوصفات والأطباء والمرضى والممرضات الذين يمكن أن يعني يتم التوجه إليهم أو سؤالهم، أو حتى الصيادلة، يعني عندما يذهب الإنسان إلى الصيدلية فيجب الصيدلي الذي يجب أن يعطي أيضا استشارة من عنده وتوجيه وتوعية للمريض للانتباه وعدم الاختلاط بمرضى آخرين ليس ما يتبين ما هو المرض يعني تماما، لأن البداية كما قلنا هو يعني هي كما كأنها نزلة وافدة أو الإنفلونزا في البداية يعني. نعم، يعني فهذه هذه إذا الخطوط العريضة التي أشار إليها هي جيدة جدا. المهم التطبيق العملي، والتطبيق العملي يعتمد علينا جميعا، يعتمد على منظمة المجتمع المدني كما قال، يعتمد على المستوصفات والأطباء ووزارة الصحة وكل من نستطيع تعميم عليه، يعني أن نستطيع أن نوصل له الأذكار والتوصيات الصحية بهذا الموضوع. بالإضافة إلى أن السلطات يجب أن يعني تعزل أو بالأحرى يعني تعمل خطة أين يوجد المرض بالضبط، وفي هذه المنطقة يتم التركيز عليها، بما أنه عدد الحالات ما زال قليلا قبل أن يتم يعني زيادة في عدد الحالات، بحيث أنه أننا نفقد السيطرة. قبل ذلك إذا طبقنا كل هذه الخطوات فهي خطوات جيدة برأيي الشخصي. نعم، يعني مع إعلان مئات الإصابات بجدري القردة كل يوم، هل يمكن أن يتحول هذا المرض إلى وباء؟
لا أعتقد وباء كما عهدنا سابقا كوباء الجريب الذي يأتي أو الإنفلونزا الذي يأتي كل سنة أو وباء الكوفيد الذي 19 الذي داهمنا منذ سنتين من أكثر من سنتين الآن، لن يستطيع أن يبلغ هذا المرض هذا يعني المستوى من سرعة الانتشار والقوة وعدد الوفيات أيضا، لكنه يبقى مرضا مزعجا يعني في الحقيقة، لأنه من الممكن أن ينتقل. يعني لماذا المثليين الجنسيين تم يعني عندهم أصبح أكثر المرض؟ لأن هناك مخالطة قد تكون يعني في المناطق التناسلية مثلا، فيظهر في هذه المناطق. لا نقول أنه مرض يعني يحصل بالانتقال الجنسي، ولكنه حتى هذه اللحظة بما أن الأغشية المخاطية هي التي تنقله أيضا، إن كانت عن طريق الفم أو العين أو الأنف والمنطقة التناسلية، فهذا يجب أن يكون يعني حافزا لنا على اتباع كل الإجراءات الاحترافية بالنسبة لهذه المناطق هذه. شكرا للتوضيح. نعم، كان معنا هاتفيا من باريس دكتور رياض عربي درقاوي، الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة. شكرا جزيلا.